دعونا نقوم بعمل مراجعة لمفاهيم الفضاءات الجزيئية مرة أخرى، ومن ثم دعونا نرى إذا كان بإمكاننا أن نعرف بعض الفضاءات الجزيئية المثيرة للاهتمام التي تتعامل مع المصفوفات والمتجهات. إذا الفضاء الجزئي، دعونا نفترض أن لدينا فضاء جزئي ما، دعوني أسميه الفضاء الجزئي S. هذا فضاء جزئي، إذا كان الآتي صحيحا كله عبارة عن مراجعة، هذا المتجه صفر سأكتبه بهذا الشكل، المتجه صفر ويعتبر عنصر من S يحتوي على المتجه صفر. ثم إذا كان المتجه واحد في واحد وفي اثنان كلاهما عناصر من الفضاء الجزئي، بالتالي فإن في واحد زائد في اثنان أيضا تعتبر عنصرا من الفضاء الجزئي. دعونا نفترض أن الفضاءات الجزئية طول قطار الجمع، يمكنك أن تجمع أي عنصران منهما وستحصل على عنصر آخر من الفضاء الجزئي. وشيء الأخير إذا كنت تتذكر هو أن الفضاءات الجزئية طول قطار الضرب، فإذا كان C عدد حقيقي ومدرج، وإذا ضربت في واحد عنصر من الفضاء الجزئي، وإذا ضربت هذا العدد العشوائي بعنصر من الفضاء الجزئي في واحد، سأحصل على عنصر آخر من الفضاء الجزئي. إذن هو مغلق تحت إطار الضرب. هذا كله عبارة عن الفضاء الجزئي، وهو تعريفنا للفضاء الجزئي. فكل ما قلناه يجب أن يكون صحيحا. الآن دعونا نرى إذا كان يمكننا أن نفعل شيء ما مثيرا للاهتمام بما ندركه عن ضرب متجه المصفوفة. دعونا نفترض أن لدي المصفوفة A، سأكتبها بشكل جميل بخط سميك، وهي مصفوفة M ضرب N، وأنا أشعر بالمتعة في هذه الحالة، أريد وضع معادلة متجانسة، وسنتحدث عن السبب الذي يجعلها متجانسة. حسنا، سأخبركم بذلك. دعونا نفترض أن المتجه A، أن المصفوفة A ضرب المتجه X تساوي المتجه صفر. هذه معادلة متجانسة لأن لدينا صفر، إذن هي متجانسة. وأريد أن أسأل سؤالا، لقد تحدثت عن الفضاءات الجزيئية جميعهم، إذا أخذت العالم X، إذا كنت قد تحدثت عن الكون مجموعة جميع X التي تحقق هذه المعادلة، هل لدي فضاء جزئي صالح؟ دعونا نفكر بهذا. أريد أن أخذ جميع قيم X التي تعتبر عناصر من Rn، وتذكروا إذا كانت المصفوفة A تمتلك N من الأعمدة، بالتالي أكون قد عرفت ضرب متجهة المصفوفة هذا فقط. إذا كان X عنصرا من R، وإذا كان يجب على X أن يمتلك N من المكونات، بالتالي هذا وحيد هو التعريف. إذن دعوني أعرف مجموعة من جميع المتجهات التي تعتبر من Rn، حيث أنها تحقق المعادلة A ضرب المتجه X وتساوي المتجه صفر. إذن سؤالي الآن، هذا فضاء جزئي، هل هذا فضاء جزئي منطقي؟ إذن السؤال الأول هو هل يحتوي على المتجه صفر؟ حسنا، لكي يحتوي على المتجه صفر، المتجه صفر يجب أن يحقق هذه المعادلة. ما ناتج أي M ضرب N، أي المصفوفة A ضرب المتجه صفر؟ دعوني أكتب مصفوفة A، المصفوفة A وهي A واحد واحد A واحد اثنان وصولا إلى A واحد N، ومن ثم هذا كلما اتجهنا إلى العمود السفلي سنذهب وصولا إلى AM واحد، ومن ثم كلما اقتربنا من الأسفل على اليمين سنتجه إلى AMN. سأضرب ذلك بالمتجه صفر، والذي يحتوي على N من المكونات. المتجه صفر مع N من المكونات يساوي صفر صفر، نحصل على صفر. عدد المكونات هنا يجب أن يكون مساويا لعدد الأعمدة التي لدينا.
عندما نأخذ هذا الناتج ناتج المنتجعة المصفوفة هذا على ماذا سنحصل؟ حسنا، هذه العبارة الأولى هنا ستكون A11 ضرب 0 زائد A12 ضرب 0 وتجمعهم جميعهم وصولا إلى A1N ضرب 0، إذا نحصل على 0. الآن هذه العبارة ستكون A21 ضرب 0 زائد A22 ضرب 0 وصولا إلى A2N ضرب 0، وسنستمر في فعل ذلك لأن جميع هذه لا يمكنك أن تعتبره قياسي. لم أقم بتعريف القياسية بمتجهات الصف ومتجهات العمود، لكن أعتقد أنكم فهمتم الفكرة. مجموع كل من هذه العناصر مضروب بالمكون المتماثل في هذا المتجه، وبالطبع فإنك دائما ستضرب بصفر ومن ثم تجمع، لن تحصل إلا على مجموعة أصفار. المتجه صفر يحقق المعادلة A ضرب المتجه صفر تساوي المتجه صفر، وهذه عبارة غير تقليدية. إنني أكتبه هكذا لأنني لا أشعر أنني أكتب الأصفار بخط سميك، لقد حققنا المطلب الأول. المتجه صفر عنصر من المجموعة، إذا دعوني أعرف هذه المجموعة، دعوني أعرفها بإن، وسأخبركم بسرعة عن سبب تسميتي لها بإن. إذا نحن نعلم أن المتجه صفر هو عنصر من المجموعة إن. الآن دعونا نفترض أن لدي متجهان هما V1 و V2 ويعتبران عناصر، دعوني أكتب هذا. إذا دعونا نفترض أن لدي المتجهان V1 و V2 وكلاهما عناصر من المجموعة N. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن كلاهما يحققان هذه المعادلة، هذا يعني أن المصفوفة A ضرب المتجه 1 أي ضرب V1 تساوي المتجه 0. هذا من خلال التعريف، إنني أقول أنهما عناصر من المجموعة، ما يعني أنهما يجب أن يحققان المعادلة، وذلك يعني أن أيضا أن المتجه A ضرب V2 يساوي المتجه 0. وحتى يكون هذا مغلقا تحت إطار الجمع، فإن المصفوفة A ضرب المتجه 1 زائد المتجه 2 ومجموع هذان المتجهان يجب أن يكون أيضا عنصرا من إن، لكن دعونا نجد ما هذا. مجموع هذان المتجهان يكون هذا المتجه، هذا يساوي، ولم أقم بإثبات هذا لكم بعد، لكنه من السهل أن أثبت باستخدام تعريف ضرب متجهة المصفوفة، حيث أن ضرب متجهة يوضح خاصية التوزيع، وربما سأقوم بعمل عرض على هذا، لكن عليكم أن تستعرضوا ميكانيكيات كل هذه العبارات. هذا يساوي A ضرب V1 زائد A ضرب V2، ونحن نعلم أن هذا يساوي المتجه صفر، وهذا يساوي المتجه صفر، وإذا جمعتم المتجه صفر مع نفسه فسيكون الناتج هو المتجه صفر. إذا V1 عنصر من N و V2 عنصر من N، ما يعني أن كلاهما يحققان هذه المعادلة، وناتج V1 زائد V2 بلا شك سيكون عنصر من N، لأنه عندما نضرب A ضرب ذلك سأحصل على المتجه صفر. ومرة أخرى إذا دعوني أكتب ذلك الناتج، إذا أيضا دعوني أكتب ذلك أيضا نحن نعلم الآن أن ناتج V1 زائد V2 ويعتبر أيضا عنصر من N. والشيء الأخير الذي يجب أن أوضحه هو عملية الضرب. دعونا نفترض أن V1 عنصر من الفراغ الذي عرفته هنا، حيث أنهما يحققان المعادلة. ماذا عن C ضرب V1؟ هل يعتبر عنصر من N؟
حسنا، لنفكر فيه. ما هو حاصل ضرب المصفوفة A ضرب المتجه C V؟ أليس كذلك؟ إنني أضرب هذا بالتدرج وسأحصل على متجه آخر. لا أريد أن أكتب V الكبيرة هنا، بل V صغيرة لأعبر عن المتجه. كم يساوي هذا؟ حسنا، مرة أخرى لم أقم بإثباته لكم بعد، ولكن في الواقع شيء مباشر تقوم به، ولتوضح أنه عندما نتعامل مع تدرجات إذا كان لديكم تدرج هنا فلا يهم إذا ضربتم التدرج بالمتجه قبل ضربه بالمصفوفة أو ضرب المصفوفة بالمتجه ومن ثم بالتدريج، إنه من المباشر جدا أن تثبتوا أن هذا مساويا لسي ضرب المصفوفة A. سأكتب بخط جميل وسميك المتجه V، حيث أن هذان متساويان. ربما يجب علي أن أجد ذلك العرض الذي يوضح هذا، لكن سأترك هذا لكم، ستستعرضون ذلك عنصرا وعنصرا وأنتم وضحتم هذا. لكن بكل وضوح نحن بالفعل نعلم أن V واحد يعتبر عنصرا من المجموعة، ما يعني أن A ضرب V واحد تساوي المتجه صفر، وذلك يعني أن هذا يقلص إلى C ضرب المتجه صفر، أي يبقى مساويا للمتجه صفر. إذن C ضرب V واحد بلا شك عنصر من N، إذن هو مغلق تحت إطار الضرب. وأنا نوعا ما أفترض هذا لأنه ربما سأثبت ذلك في عروض مختلفة، لكنني أريدكم أن تفعلوا كل ذلك حتى توضحوا أن المجموعة إن هي فراغ جزئي صالح. إنه فراغ جزئي صالح، إنه يحتوي على المتجه صفر، وهو مغلق تحت إطار الضرب وبالفعل لدينا اسم مخصص لهذا، يمكننا أن نسميه بإن، أي المساحة الفارغة لA. أو يمكن أن نكتب إن، ربما لا يتوجب علي أن أكتب إن، دعوني أكتب إن باللون البرتقالي هنا. إن البرتقالية تساوي المفهوم إن للمساحة الفارغة لA، أو يمكننا أن نكتب المساحة الفارغة لA تساوي إن. وإذا أعطيتكم مصفوفة عشوائية وهي A وقلت أوجدوا إن الA كم يساوي، الهدف هو أن نجد مجموعة جميع قيم X التي تحقق المعادلة A ضرب X تساوي صفر. سأفعل هذا في العرض التالي.